خامسا، أجيب بنعم أو لا. رجع حسام من فسحته مساء، نعم، مياه الشلال ملوثة، لا، الجو في البادية معتدل، نعم. سادسا، أفكر وأجيب، كيف كانت سماء البادية؟ كانت سماء البادية صافية. في أي فصل تجول حسام؟ تجول حسام في فصل الربيع. سابعا، ألون صورة النص، هنا عندنا الجدة وبنت، هنا الجد وطفل، هنا الجدة وولد، إذن هذه هي صورة النص.